فحرصنا في المرحلة الثانية أن يكون هنالك تمكين أكثر عدد، يعني من البداية كنا نستهدف أن القطاع الخاص كان في التطوير أو في التمويل هم الشركاء الحقيقيين، والحقيقة شاركوا بشكل جيد في مرحلة بدايتهم وبناية هذا العوامل. المرحلة الثانية الآن هم ما نسميهم مرحلة التطوير للمنتجات اللي عملوها في المرحلة الأولى، أصبح لدينا الحمد لله عدد كبير من المطورين المحليين. نعم. اللي احنا فخورين فيهم. أيضا نستهدف أن يكون عندنا الآن مطورين من خارج المملكة بحيث ننوع ونركز على الضواحي السكنية أكثر من المسكن، فنسمي نفسنا سكن وأكثر إن شاء الله في هذه المرحلة. حنضخ أكثر من 105,000 وحدة سكنية مع مطورين محليين وهذه عليها، وخاصة في المناطق اللي تشهد ارتفاعات أسعار زي مدينة الرياض وجدة من خلال ضواحي متعددة. عشان ما أطيل كمان، أيضا حرصنا أيضا أننا نركز على الفئات الأشد حاجة. السنة هذه على سبيل المثال وكلنا أكثر من 30,000 أسرة أنهم يعني من الأسر الضمانية أنهم يستفيدون من هذه الوحدات السكنية. نعم. ومنها 17,000 أسرة تملكت في هذا المجال، تقريبا عدد اللي تملكوا أكثر من 90,000 أسرة أيضا في هذا المجال. وسنستمر بهذه الأرقام إن شاء الله يعني كل سنة حتى نصل إلى هدف 65% في عام 25، وبعدها 70% في إن شاء الله عام 2030.